داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان حيث كانت تعاني منه على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة لتفارق الحياة قبل دقائق من الآن. يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل الحرير المخملي، والذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى وأحمد وفيق ومها أبو عوف وولاء الشريف وأحمد وفيق وهالة فاخر وسامي مغاوري وطارق صبري. والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، وإشراف على الكتابة أمين جمال وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق وشادي أسعد وحمد التايه وإخراج أحمد حسن. محمد رمضان أول الحاضرين في دفنة الفنانة مها أبو عوف. قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة أعدها رامي نوار، وقدم هشام عبد التواب لاستعراض تفاصيل وفاة الفنانة الكبيرة مها أبو عوف بعد صراع مع مرض السرطان.